ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أدى العثور على شارات خاصة بالأمن الوطني وسكينين من حجم كبير داخل حاوية للأزبال على مستوى شارع الحي الإداري بمدينة الناظور إلى استنفار أمني كبير ليلة الاثنين الثلاثاء 10 دجنبر الجاري. وحسب مصادر إعلامية محلية متطابقة، فإن أحد الحراق وأثناء تفتيشه لحاوية الأزبال عثر على حقيبة بها شارات الرتب الخاصة بالشرطة، كما عثر على سكينين داخل نفس الحاوية الأزبال، ما جعل عناصر الأمن تنتقل إلى عين المكان ومعاينة ما تم العثور عليه فور إشعارها بذلك. وفتحت الضابطة القضائية بالناظورة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات ومصدر هذه الشارات البوليسية وعلاقتها بالسكينين اللذين تم العثور عليهما في نفس الحاوية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.